اخوتي واخواتاتي، نتمنىكم ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير وتكونوا في صحه جيده يا رب. اليوم عالم ام صفاء غنشارك معكم الورقه ديال الدار والحشوه ان شاء الله باش نصايبوا البريوات. رمضان قريب على الابواب، الله يدخلوا علينا وعليكم بالصحه والسلامه يا رب وباش ما تمنيتوا. وشكرا لكم خوتي وخواتاتي، اي واحد يدخل على القناه ديالي وتيشجعني شكرا ليه بزاف. ما عليكم تخليوا لي غير تعليق زوين ولا لايك ودعموني، الله يجازيكم بخير. غنشارك معكم الورقه والبرايوات ان شاء الله، بسم الله على بركه الله. ندوزو الطريقه كيفاش غنحضرهم. هنا بسم الله على بركه الله البنات، عندي ثلاثه الكؤوس ديال الدقيق الابيض وكاس ديال الفينو، هو هذا الكاس باش حمرت كاس العنبه. نصيبو العجينه الورقه هي الاولى عاد باش ندوزو الحشوه ان شاء الله. هانتوما معايا البنات، فيها والو، فيها على الملح مع الحلبات شويه المدافي صافي هادشي باش غنعجنها. كراسه تجي زوينه البنات وسهله دغيا بنات المبتدئات، جربوها غادي تعجبكم ان شاء الله، ما تقدروش تبقاوش تستغناو عليها كاع. كلش العجينه مخيه، تكون العجينه شويه شنوقه صافي، ما نبقاش نزيد الماء، غادي عند الكام ونجمعها وندير في واحد البلاستيكه صافي ونخليها ترتاح ندوز الحشوه ان شاء الله. هنا بنات عندي الحشوه، عندي حبه ديال الفلفله حمراء اللي رققتها مزيان، حبه ديال الفلفله خضراء تتبان لكم، شويه الحار هنا مزيد ديال الحار، هنا حبه ديال البصله كبيره، عندي الملح البنات على حسب الذوق. المهم مرحله مرحله نقول لكم كامل المقادير صافي. هنا البنات نص كاس تاع زيت الزيتون وزيت الرومية، صافي هنا البنات غنشرط كلشي والما تيطيب باش غنسلق الشعرية الصينية. غنوريكم فواكه البحر، نديرو ديرو سته تاع الدجاج، ديرو الكفته، ديرو الطون، ديرو كل واحد الاختيار ديالو. المهم على الطريقه غنعطي لكم من الورقه من الحشوه ان شاء الله، وجدوهم ان شاء الله الشهر الكريم ديال رمضان راهم زوينين ان شاء الله. بس انا حزمه ديال الشعريه الصينيه هنا غنطيب الماء خوي عليها ونصفيها ونقربها. البنات عندي زليفه ديال الزيتون الاخضر، عندي زليفه ديال الزيتون الكحل، عندكم الفطر حتى هو ديرو، هذا هو الحار اللي كنت درت منه ها هو باقي، وغندير الحامض مصير حتى هو غنقرب ونديرو. ونخلي هادو حتى يطيحوا البنات مزيان عاد غنزيد عليهم الحوت ديالي ديك فواكه البحر. ها هما هما بغيتي تشحروا بيتة الطواسم، عاد نوريكم التوابل، عندكم هذاك العطور ديال الحوت هما ديروهم، أنا هنا في إيطاليا ما عنديش، تيجيو من المغرب كانوا عندي ما بقاوش. أول هذا الحوت وكيت البحر شتو بحال هكا تيكون، هو توا غنديرو دابا. زوين في البسيطلات في البريوات بسيطلات صافي. هنا هو شتو البنات، غنجهد البيضة باش ميبقاش ليا فيهم الماء، هذا كرم التلجين كنلقاو الماء. المهم هنا البنات هانتوما شتو، عندي شوية قزبر حبوب، عندي تحميرة شوية، سكنجبير شوية، شوية البزار الكحل، شوية البزار البيض، شوية الخرقوم مع دايرة الحار صافي. وغندير الربيع والحامض مصير وزيتو الكحل وزيتو الخضر والشعرية حتى هي خوتي ديالنا، نبدا نقربها بلا نشف فيا هادشي كلو، نعاودو نتلاقاو. هانتوما معايا البنات، فين البنات درت الشعرية الصينية ودرت الزيتون درت الحامض درت زيتو الكحل
ما غندير شويه الربيع طري ما شحرتوش، غنديرو دابا حتى هوايا ونخلي العجينه تبرد، نخلي الحشوه تبرد عفوا، وندوزو نقبسو العجين معاكم ان شاء الله. ها العجينه البنات بعد ما بلفتها ودرتها في البلاستيكه وخليتها ترتاح، هي راه ما فيها حتى حاجه، بعد ما ارتاحت ما مزيان صافي غنديها نجيبها مزيان هكا، عاد ندير لنا كويس صافي. هنا ندير الزيت، نزيد الزيت في القصريه كامله، هانتوما هانتوما البنات صغيره هذه شويه غادي نكبر، عندي المقله كبيره صافي. هانتوما هذه صغار من البيضه البنات صغيرات صافي، نبقى غادا نستمر الحق كامل حتى نكمل صافي. هنا البنات بعد ما خورتهم وخليتهم مرتاح ودرت لهم بلاستيكه، هنا البنات عندي الفورص وعندي الزيت وصافي، دابا غنبدا نخدم البنات. هانتوما معايا حطيت البلاطو حدايا اللي غندهنو شويه الزيت بحال هكا كامل صافي، تنجيب بحال هكا ديرو ثلاثة ديرو ربعة ديرو على حسب نتوما اللي بقاتو تمشيو بحال هكا البنات. وغندير هادي فوق منها ويكونو بحال بحال قد قد باش ملي يكونو ماشيين يمشيو مزيان صافي. غنحطهم تاني في البلاطو على هاد الشكل، غادي تاني نعاود نحطهم في الأخرى على هاد الشكل، تنخدمو ثلاثة الورقات في دفعة وحدة حتى ربعة راه تتجي، كنديرو غير ثلاثة باش تقدرو عليهم هاد الفورص هو اللي تيخليهم يتفرقو لينا. بحال هكا صافي نكملهم كاملين صافي. هنا البنات غطيتها وخليتها ارتاحت واحد 10 دقايق وخمسة دقايق الى قاديتو سطح العمل وداكشي صافي. دابا غنبدا نورق بالثلاثة ونخبز. هانتوما معايا صافي. هنا البنات درت هذاك الكعب ديال مطبختي ساعد هو اللي درتو الاولاني فوق هاد الكعبة ديالتي، وغنسرحو مزيان البنات هادو كيتسرحو ليا على قد الورقة ونمشيو مقادين بحال هكا، نمشيو مقادين مقادين مقادين. هانتوما البنات شتوها هي رققتها حتى بان سطح العمل، راهم ثلاثة رققتهم مزيان، البوطة المقلة سخنات حتى هي مزيان. بعد ما سخنات المقلة نقص دابا نقص عليها، نقص عليها العافية باش أنا الغرض ديالي غير يتصهدو ويتفرقو ليا. هانتوما أنا جبتلكم هاد الورق راه زوين، هانتوما حاطاه ليكم وحاطاه صافي حتى تا هو متحرقو ما والو، تعاونو بيه. دابا راه المقلة المقلة سخونة، هانتوما تبارك الله صافي. غادي غادي نقلبهم ما نخليوش هاد بحال هادي تحمر، هي ما نخليوش يتحمرو بزاف، المقلة سخنات بزاف، عام صهد ونحيد صافي، عام صهد ونحيد. شتوها نتوما وغادي نحلهم، هاديك راها سخنات لي دارت بزاف تحمرت، انا ما عنديش غرض ديال يتحمروا بحال هاد الشكل، ولكن هي راه رقيقه منها هو الدليل. البنات غادي نحلها نحيدها من البوطه باش ما تحرقش، هي تنفخات صافي. وغادي نحلها صافي. هنا البنات انا غادي نبدا نحل نفرقهم على بعضياتهم، من حدهم هما تيتنفخوا وانا تنفرق بالوحده بالوحده، وزيف وبلاستيكه سخان زيف وطبسيل ونغطيهم باش ما يكرموش ليا وتيرجعوا حرير البنات. هانتوما هكا شتو حتى تقطع لي شويه معليش كرها ورقه غزاله البنات. هانتوما تبارك الله ما شاء الله شتو كتجي على هذا الشكل.
هنا غنعاود معكم واحدة البنات، صافي تندير الزيت وتنبقى هكا بحال هكا كتسرحها فوق هاد الشعر كامل بحال هكا، ونعاود نقلب غير شوية صافي نسرحها كاملة صافي نديها فوق المقلة ديالتي. المقلة راها منقوسة 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 كالشميعة، صافي راه سخنات صافي. هنا البنات أنا عاودت كتبارك في الكاميرا البنات صحاب راسي تنصور معاكم صافي. هنا ونفس الوقت نسرح في وحده اخرى صافي، عاد نشفت نشفايا نشفات من هنايا الوقت اللي غنعاود نقلبها صافي راه غادا تبدا تحل ليا بوحدها. هذاك الدقيق هو اللي تيخليهم يتحلوا على بعضيات صافي، تاني ونحلهم نفركتهم على بعضيات نحلهم تاني صافي. انا خواتاتي ها هما ساليت البريوات ديالي، ها السيكار ديالي ها هو شفتو تبارك الله ما شاء الله، وها البريوات البنات منكم البنات جربوهم طريقتهم زوينه، تحتفظوا بهم في الثلاجه ديرهم في البلاطو تفرشوا ليه البلاستيكا وتسدفوهم تدخلوهم حتى يجمدوا ديرهم شي باطه سمعت دابا تيصاوني صبح حليت. المهم هذه هي الطريقه نتمنى من الله تعجبكم البنات، عالم ام صفا تجيب لكم غير البسيط والجديد، طريقه زوينه البنات. وبالسلامه عليكم، نتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد، وديما مع الجديد ما عليكم غير تشجعوني. بالسلامه عليكم.